احلى مساء احلى متابعين، شلونكم حبايبي الغاليين؟ شخباركم؟ ان شاء الله يا رب الكل صحة وسلامة. واليوم اكيد رجعنا لكم بوصفة جديدة. اليوم كيكتنا، ده شوفوا شلون كيكة وشلون دخان وشلون الوان وشلون اشكال. كيكة الرز بالخضروات المدخنة، كيكة تخبل يعني حتى محشاية من الوسط. شوفوا هالله عليكم وانتوا قولوا كيكة لو مو كيكة. طريقتها كل سهلة وبسيطة إلى درجة، وحتى مكوناتها مو صعبة. راح أخليكم أنا أكيد ويا المقادير ويا طريقة العمل. بس أكيد حبايبي يا ريت إذا عجبتكم الوصفة حطونا اللايك، ويا ريت تجدد الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، وهم حتفيدكم من وصال شهر رمضان. هنا بالبداية حطيت زيت، أني قلت لكم هاي الفترة استخدم زيت الزيتون. راح أخلي فشي بسيط من زيت الزيتون. راح نجيب طبعا راح نشغل على النار، بس ما نخلي كلش هواي يكوي، لان تعرفون زيت الزيتون ما يصير يكوي يعني كلش هواي. راح نجيب هاي السليفونة او تريدون كاسة باللي يعجبكم تحطوها بالوسط. شوفوا هالمرة اللي قدام انا راح اسوي لكم يعني حدخن لكم المواد، فحمال مشغليها راح نخليها بطن السليفون، وراح نخلي عليها قطرات من الزيت بهذا الشكل. طبعا هاي الطريقه راح تشوفوها كلش كلش سهله، واتمنى تجربوها لان سهله وبسيطه، وقلت لكم موادها مو كلش. راح نغطي بحيث نبخر الجدر. بشوفوا الدخانه طبعا هاني بعدني بالبدايه جو قال ماما ريحه فشي طيب ايش اسوي لنا، قلت لهم بعدني كلش ما مسوي بسم الله. المهم راح تقولوا لي ايش قد نخليه وقت، يعني تقريبا فد دقيقتين على الحاطه تحطوه. نار كلش كلش هادئه، لان تخلوه كلش عالي راح الزيت هم يحترق عندكم، وهم يعني شوية تعرفون هالسليفون هم حيأثر علينا. شوفوا الدخانة بهذا الشكل بحيث بخرنا الزيت، الزيت أنا هم شرد الزيت يتبخر ويتدخن، والجدر نفس الحالة. هنا عندي حبة بصل واحدة، حبة بصل واحدة شرحتها بهذا الشكل، راح أظل أقلب بيها لحد ما عندي تقريبا تستوي بهذا الشكل. على الصفحة أنا عندي خضروات مستوية، خضروات كلها مستوية حبايب، اي نوع خضروات ما راح احدد لكم اللي يعجبكم. انا عندي هذا تشيز خضروات هو جاهز بالفاصوليا وبجزر وببازاليا وبإذرة، يعني انتم اللي يعجبكم اي نوع خضروات قلت لكم ما احدد لكم، بس المهم مستويه. يعني راح تشوفون احنا طبختنا هنا كل المواد راح تكون تقريبا مستويه. راح اقلبه طبعا اكيد ويا البصل لحد ما عندي شويه ينشف ميه. هنا انا خلي طبعا تشوفون هذاك الجدر حاطه دجاج سالقه، وهنا حاطه مي راح اسوي التمن او الرز. انا غاسلته ومنقعته يعني نص ساعه ساعه عادي ماكو اي اشكال، مي حار. راح اخليه اسوي بزل، راح او اسلقه او ابزله. هنا أنا بعد ما قلبناه طبعا نضل نقلبه، بس ما تقلبوا كلش هواي حتى لا يمرد عندكم، بس مجرد انه شويه حتى دابي مي ينشف، لان هو يعني مواد كلها مستويه. عندي قلت لكم اني على صفحه سالقه الدجاج، والدجاج عندي هم مستوي. راح تسالوني هم مستوي، تريدون تقطعوه مكعبات، تريدون تسووه شرايح شلون مال القص براحتكم، تريدون لحم هم باللي يعجبكم، يعني اللي يعجبكم مسووه عادي ماكو اي اشكال. يعني هسه شوفوها هسه هاي موادي على العموم كلها مستويه. راح نقلبها شوية ويا الخضروات هم تقليبة خفيفة، لأن قلت لكم هن مستويات ما يحتاج إنه هواي نقلبه وخليه مرد. راح خليه رشة ملح، حتى راح أشوفون أنا الإضافات اللي حخليها مو كلش هواي، يعني ما راح أستخدم بهارات نهائيا، ما حستخدم بهارات، بس مجرد راح أخليكم لون للرز أو للتمن، يعني طبق طعمه لا ببهارات ولا بد. هنا خليت شوية لون للتمن أو للرز، هاي الألوان الغذائية هي مال الرز، هم أي لون يعجبكم، هم تقدرون تسووا عفو أبيض براحتكم، هو بالنتيجة طعمه كلش طيب. أكيد إحنا هنا ببزل ما حنخليه هواية يعني، لأن إحنا منقعين. شوفوا هنا الجدر سويت له، خليته بشعبة، خليت ورق الزبدة. هنا الورق الزبدة من حد قلبين، هسه راح تشوفون النتيجة أكيد. إيش راح أسوي؟ راح أخلي بالشعب هاي الخضروات، وقلت لكم هاي كلها مستوية وكاملة. راح أقسمها قسمين، يعني قلت لكم هي مثل الكيكه المحشايه بالضبط. راح اخلي قسم لي جوا، او تريدون كل الخضروات تحطوها بالبدايه براحتكم، بس راح اشوفون النتيجه مالتها جد حلوه مسوونها طبقات.
هنا راح اخلي الكميه اللي اريدها اني، وراح اخلي عليها الرز. الرز هنا مسلوق او مسوي بنزين، يعني هم مستوي بس يراد له بعد هدار، يعني مستوي هم كامل. وشوفوا شلون صار الوان الرز، حبه وحبه، حبه طوخ وحبه فاتح، وشوفوا الالوان الحلوه. وهسه راح نخلي البقيه الحشوه مالت الكيكه مالتنا اللي هي بقيه الخضروات، قلت لكم مسويها طبقات. هاي الوصفه راح هم تفيدكم شهر رمضان مبارك ان شاء الله، يجينا بصحه وعافيه للجميع، تفيدكم لان سهله بسيطه وحتى وقت ما تاخذ من عندكم. وهي هاي الوصفات يعني تكون هي احنا من الوصفات الرئيسيه ان شاء الله راح تكون برمضان. بعد ما خلينا الطبقه الثانيه من الخضروات، راح نخلي الطبقه الاخيره من التمن او من الرز، وبهذا الشكل. طبعا هما يقولوا لي انت شلون عندك المقلوبه دائما من تقلبيها، يعني قالب واحد ما تنفل عندك. هسه راح اقول لكم الطريقه، واني هم بالفيديو رويتكم اياها. اي شيء هنا عندي نايلون ولفيته بتنينس، وراح اضغط عليها، اضغطوا عليها بهواي، ضغطوا بحيف تنكبس عندكم بهذا الشكل. اي شيء عندكم تحطون مثل النايلون وسط قماش فوق النايلون واضغط عليها. او اكو شغله ثانيه، تجيبين ماعون شطح او صحن تخليها فوقها وضغطين عليها حتى تنكبس. هنا راح نخلي شويه زيت زيتون، لان انا الرز نهائيا ما خليت له زيت، وراح اخليه شويه نوعا ما يصير حار، وراح اديره على التمن، لان انتو شفتوا التمن او الرز ما خلينا له اي زيت. هاي هسه هنا عندي الوصفه كملت. راح اخليها عليها سيليفون او تدون نايلون. طبعا هما يكتبوا لي النايلون يسوي السموم، انا دا استخدم النايلون الحراري، انا ما دا استخدم اي نايلون عادي، استخدم نايلون الحراري. المهم اليوم خليت لكم سليفون، ما خليت لكم نايلون، وراح اقبغه حتى التدخين اللي خليناه بالبدايه تاخذ طعم التمن وهم يستوعبنا بسرعه، وخليناه على نار هاده. واكيد هيك وصفه ويا الروبة او ويا اللبن او ويا الزبادي كلش طيبه. هسه راح اقلبها وياكم وراح تشوفون النتيجه. شوفوا عيني، ماكم علاقه بشعب الجزر. اكيد حد يجيني تعليقات عليه، بس ترى هو يعني هو هيك شكله. راح نقلبها وياكم وراح اراويكم الشكل الكيكه شلون طلع، يعني صدق كيكه. بس سووا هالطريقه مال الكبس ومالكم علاقه، راح تعطيكم بالاخص هاي ورق الزبده همين كلش حلو. يعني ميل شعب بطن الجدر. وشوفوا ظل ورق الزبده بالجدر والحشو لها كل هالمواد نزلت بالكامل، حتى الجدر عندنا ما توسخ ولا لشعبيه تمن ولا خضروات. وشوفوا الدخان الطالعه، وهاي الدخانه ما اقول لكم الريحه شنيه. شوفوا لا خلينا لها بهارات ولا توابل، وصفه سويت لكم سهله بسيطه حتى تستفادون منها بشهر رمضان، وانتم حكموا شلونها الله عليكم. غير تخبل. لا المشكله اني من قلبتها حسمعون طبعا بالفيديو، لا حكيت ويا الناس شلوني اني وما اعرف شنو. عرفت لكم اياها طبعا، لان صدق واحد مرات من يقلب فشي ويعجب المنظر يحكي يا نفسه. عرفت لكم اياها، فهاي النتيجه مالتها شفتوها كل السهله، العفو بسيطه. وقلت لكم اي نوع خضروات وتجدون باللحم بالدجاج براحتكم، وحتى ترى بالبرغل هم بتصير، يعني اعطيتكم عده اختيارات. فهذا اليوم كانت وصفتنا، اتمنى نالت اعجابكم. خلينا نشوف كم وحده راح تطبق. ما شاء الله على تطبيقاتكم، صايرين نفس اليوم تطبقون وتنزلون الصور. خلينا نشوف هاي الكيكه مالتنا الحلوه المحشايه كم واحد راح يسويها ويدز الصور. الصور وين تدزوا لي اياها؟ دائما اذكركم بس ما اعرف ليش تسالون بالتعليقات، يا اما على الانستا مالتي او لا هو على الانستا مالتي. على الانستا مالتي، الانستا مالتي نفس اسم قناتي او وسم بالانجليزي 722. وهاي الكيكه شوفوا شلون محشايه من الوسط، يلا شوفوا حتى حشينا لكم اياها بعد شو تريدون. وهاي قدامكم الشكل طبعا حتى تنقص قطع. حبايبي هذا الفيديو كان مالتنا، اتمنى نال اعجابكم، واكيد ان شاء الله ما نسيتوني لا باللايك ولا تعليقاتكم الحلوه. ونقول لكم مع السلامه للجميع.